اخواتي الكديرين لاباس بخير. اليوم غنقدم لكم واحد الطاجين ديال اللحم الغلمي، ربعه ديال اللحم، وعندنا المشمش والزبيب والبصله وشويه القرفه عواد والملحه، كل واحد على حسب الذوق ديالو. شويه عندنا شويه ديال الملحه، معلقه صغيره، والبصله والجرويصه ديال الثومه وسكي راس نص معلقه ديال الكركم الصفر والقرفه نص معلقه وسكينجبير نص معلقه والبزار نص معلقه زيت البلديه. صافي غنبدا. بسم الله على بركه الله. الملح، نصف الثومه باش تحرق لهم، خلو يتحر شويه مع البصله والملح والثومه وعاد غنزيدو يعطر لهم. البصيله بدات كتهود كنبقاو نقلبو بحال هي، ما حتى تشحر مزيان نشرب ديك المليحه ديالها ودوب ديك البصيله عاد غندير العطريه، اللي تشحر شويه عند العطريه. بعد ما تشحر الطاجين ديالنا كيف كتشوفوا درنا ديك البصيله ها هو تشحر، غندير ليه دابا العطريه. زيد شويه الماء باش ما تحرقش العطريه. دي شويه حتى يبدا يطيب اللحم، عاد غندير البصله حتى يبدا يطيب اللحم شويه ديال البصله. هاد الزبيب كبيت عليه شويه الماء طايب باش ينقى من الغبره، طيب اللحم عاد غندير البصله وندير مع الزبيب، وهاد شويه ديال المشمش غنخفي عليه شويه الماء وندير واحد نص معلقة الزبدة. بعد ما الطويجين ديالنا هو تشحر كيما كتشوفو، هو تشحر مزيان، شوف كيفاش ولا ديك البصله كلها دبلات ودابت وختارت ودبلات هداك الشيء. دابا غندير البصيله ما غندير فيه لا روا لا والو، غندير البصيله هي غطلق الماء ديالها. هاد العوية دابا ديال القرفة كيجي زوين وخفيف، العشا بحال هكا كيجي زوين وخفيف. ندير شوية الزبيب، داك الزبيب الكحل انا ماشي البيض، غادي ندير لا روال والو، غتنقصو البوطو وتخلطو كيبقى يطيب من الهب كيطيب على خاطر. هاد المشمش هو تا غيدير يطيب شويه، غندير ليه شويه القرفه وشويه السكر، غندير ليه شويه القرفه وشويه السكر. كما كتشوفو الطاجين ديالنا ها هو وجد، هانتوما كيف كتشوفو راه كيجي زوين كيجي بديل وداكشي. شكرا على المشاهده، وما تنساوش تعاونوا باللايك والاشتراك.